من بغداد معي سيد ابراهيم مسبتي المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية. مساء الخير، اهلا بك معنا سيد ابراهيم. الاهالي كيف سيتعاملون مع هذا الموضوع؟ طبعا هناك رغبة بما قمتم به من قبل الاهالي، ولكن هل ثمت ما لا يزال متخوفا من ارسال ابنائه الى المدرسة؟ حقيقة نحن نشجع طلبتنا الأعزاء في الانتظام بالدوام الرسمي، وخاصة بعد افتتاح عدد كبير من المدارس في المناطق المحارة من الموصل. حقيقة نحن استطعنا افتتاح 146 مدرسة في القيارة وحمام العديل، واستطعنا افتتاح 412 مدرسة في مختلف المناطق المحررة، منها افتتاح 95 مدرسة في تلكيف وسبع مدارس في حمدانية و240 مدرسة تقريبا في سنجار. هذه المدارس عززناها يوم الأحد البارحة ب70 مدرسة جديدة، وأعتقد نحن لدينا برنامج بإعداد معلمينا ومدرسينا وطلبتنا في إعادة التأهيل النفسي لهم. نعم. بعد أن كانوا ضحية الجماعات الإرهابية خلال السنتين والنصف الماضية. كيف ستكون عملية إعادة التأهيل التي تتحدث عنها سيد إبراهيم؟ نعم. وكم تقريبا يحتاج برنامج الطلاب لإعادة تأهيلهم؟ نعم. بعد ما غرس في أدمغتهم من تشدد؟ تفضل. نعم، لدينا برنامج هو لجنة إعداد الدليل التدريبي. هذا الدليل تأهيل المعلم والمدرس أولا. نحن يهمنا الآن تأهيل المعلم والمدرس، وبالتالي يؤهل الطلبة والتلاميذ. الدليل التدريبي اللي عدته وزارة التربية هو لمعالجة الحالات النفسية والاجتماعية المنضغطة من احتلال داعش. وطبعا تتضمن حزمة تطبيقات كبيرة جدا. وبالبرنامج الآخر اتفاقنا مع منظمة اليونيسيف اللي ستساعد في معالجة الجانب النفسي اللي يحتاجه يعني الطلبة احتياج عاجل. طبعا هؤلاء الطلبة تعرضوا لهزات نفسية كبيرة، ونحن متواصلين مع منظمة اليونيسيف حقيقة لتطبيق هذا البرنامج وإعادة تأهيل الطلبة نفسيا ومعالجة حالات الحزن وعدم الاندفاع على المدرسة. كان في توقف عن الدراسة طبعا سيد إبراهيم، ولذا نتحدث اليوم عن موضوع إعادة افتتاح مدارس. كما قلت حضرتك نتحدث كعدد إجمالي عن 412 مدرسة. بعد التوقف عن الدراسة على أي أساس وكيف تم تقييم الطلاب؟ يعني من كان في الصف الرابع لنعتبر اليوم، كيف يتم التعامل معه؟ وضعنا كوزارة التربية وضعنا خطة لهؤلاء لمعالجة مستويات هؤلاء الطلبة. يعني إن كان في الأول ابتدائي هو يمتحن في الأول ابتدائي حتى ينتقل للثاني ابتدائي، وإن لم يسجل في هذه الفترة خلال السنتين الماضيتين يستطيع أن يسجل بعمر أكبر من 6 سنوات لحد 9 سنوات. نحن سمحنا لطلابنا أو تلاميذنا الصغار لغاية 9 سنوات يسجل في الأول ابتدائي حتى لا تضيع عليهم عامين دراسيين. أما المرحلة المتوسطة والإعدادية سمحنا لهم بالدوام في صفوفهم السابقة، واعتبار هاي السنتين عدم رسوب. هذه المعالجات ستفيد طلبتنا وتلاميذنا في الاستمرار في المدرسة أسوة بأقرانهم في المحافظات الأخرى، وعدم ضياع سنة دراسية أو سنتين. وبالتالي فالوزارة حريصة على اندماج هؤلاء الطلبة مع مجتمعاتهم الجديدة، المجتمعات التربوية في المدارس والمؤسسات التربوية. إلى أي درجة تعطون أولوية اليوم لهذا التأهيل النفسي الذي طبعا بكل حديثك تذكره بسبب أهميته؟ طبعا إلى أي درجة تعتبرونه أولوية اليوم؟ وإذا كان بالإمكان معرفة أكثر زيادة عما ذكرت عن الآلية، كيف ستكون على الأرض؟ نعم، نحن يعني حرصنا كل الحرص على انه التأهيل النفسي اولا. نعم. يعني انه طلبتنا وتلاميذنا يجب ان يتلقوا التأهيل النفسي والاجتماعي قبل الدراسة، لانه تعرفون انه هذا الطالب كان يعني اسير لافكار
إرهابية، وبالتالي عليه ضغط نفسي واجتماعي، و يعني تأهيله للدراسة يجب أن يكون من أولياء أولويات عمل وزارة التربية. صحيح، وأولياء الأمور كمان، بأنه قلت أولياء سيد إبراهيم، أولياء الأمور أيضا، نعم. إلى أي درجة أنا دورهم مهم أولياء بالتوازي الأمور مع دوركم؟ استطعت بالضبط، يعني منظمات المجتمع المدني زائدا المؤسسات الحكوميه زائدا مجلس المحافظه زائدا محافظه نينوى كفيله بارشاد هؤلاء الاولياء والذهاب الى بيوتهم باقناعهم بذهاب اولادهم الى المدارس. نحن الان نشد على ايدي كل اولياء الامور بذهاب اولادهم الى المدارس في المناطق المحرره. نحن نتكلم الان عن مئات المدارس التي افتتحناها خلال هذه الفتره في المناطق المحرره، وبالتالي يجب على طلبتنا واولياء الامور ان يشدوا على ايدي وزاره التربيه ويقنعوا اولادهم بالذهاب الى المدرسه. نحن نفكر بالطلبه اولا واخيرا، وبالتالي هذا الطالب الذي فقد سنتين من عمره يجب ان يلتحق بالدوام الرسمي للمدارس ونوافله قبل ان نعلمه. نعم، انا اشكرك جزيلا على هذه المشاركه القيمه من بغداد. سيد إبراهيم سبتي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية.